السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. أتمنى أن الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي كتمنى الدرية الصالحة الله يرزقها لها، اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه لها، اللي مديها الحنة الله يرزقها الفرحة والسعادة والسرور في حياتها، اللي واقفة على طلاق الله يوقف معاها يا ربي. الله يحن عليكم والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون، والله يرزقكم يعني الصلاح يا ربي، والله يطمركم ويعمركم معمار مكة والمدينة، والله يعطيكم شي خبزة معجنوها شديد، والله يستركم مستر لسان بن سنة، والله يحفظكم، والله يعطيكم ما رويتو في خاطركم، والله والله يدير لكم طريق في الضيق ونقي طريقكم من الشوك يا رب العالمين. اليوم الحبيبات ديالي جيتكم واحد الوصفه غزاله بزاف، وهاد الوصفه على ضمانتي، وهاد الوصفه هادي راه خطيره وما كاينش شي واحد اللي دايرها من غيري انا، يعني اللي اول مره غادي دار هاد الوصفه هادي في اليوتيوب، يعني شي حاجه اللي هي مطرطقه، وانا راه ماشي نعطيكم شي حاجه الا وهي مجربه البنات. الحمد لله والله لك الحمد، راه كتشوفوا التعاليق، كيوصلوا التعاليق زوينه، نجحت مع هذه الوصفه، نجحت كل واحد والوصفه اللي نجحت معاه، لانني كنقولها وكنعاودها، راه بالنسبه للوصفات البنات اللي ما كيشوفوش مع الوصفات، راه يقدر الوصفه اللي درتي نتيا ما جايهش مع الطيار ديال هذاك بوركامي هذاك، لهذا خصك تختار الوصفات اللي تجي مع الطيار ديالو، هذا فقط للإشارة. ثاني حاجة البنات الله يجازيكم بالخير، ما تنساوش يعني تشتركوا في القناة زهرة الوردية وعالم القرآن والروحانيات، راني كل مرة فين كنحط فيديو الله يجازيكم بالخير، اللي ما كيوصلوش الفيديوهات ديالي فيحاول أنه يدير تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وقت ما تحط الفيديو راه غادي يوصل غيوصلوا عندك الإشعارات ديال الفيديو بلي راه تحط. المهم البنات اليوم جيت لكم واحد القبول مطرطق، قبول الغير قبول، ماشي حجاب، ماشي يعني شي حاجه اللي هي غزاله بزاف. البنات العيالات اللي مزوجات، هذا خاص بالعيالات اللي مزوجات، العيالات اللي مزوجات اللي راجلها شك فيه بلي كيخونها، ولا كيشوف شي مرا اخرى، ولا مابقاش مسوق ليها، ولا تبدل من جهتها، ولكن ساك معاها في الدار بطبيعه الحال، راه غنعطيكم واحد الوصفه اللي غتهنيك، اللي غتخليه انه يهيج عليك، غتخليه انه يعشقك، غتخليه انه يشوف من جهتك مره اخرى، يعني الحب بيناتكم والعلاقه بيناتكم غتجدد من جديد باذن الله تعالى. وصفه غزاله وما فيهاش بزاف ديال الحوايج، انت راه اقسم بالله الا غتصدمي من الوصفه الا قلتها لك، وغتصدمي من النتيجه ديالها المبهره والخطيره، راه بالرغم من بساطتها ولكن راه خطيره جدا للناس. المهم هاد القبول هذا كيتسمى بقبول ديال الدوش او التشليله بالتشليله ديالك، قبول ديال الدوش بالتشليله ديالك. المهم الحبيبه ديالي غادي ندخل دابا معكم في الوصفه بالتفاصيل ديالها باش تفهموا حتى نتوما كل شيء، يلاه معايا. كما كتشوفوا الحبيبات ديالي ها وسطر، انتي دوشتي حكيتي مع راساتك تهنيتي من الدوش، اشنو غادي ديري؟ من تسالي الحكام ديالك التشليله الاخيره من الدوش، من تسالي الغسيل وتكوني كتشلي التشليله الاخيره، غتجمعي الماء ديال بين رجليك، الماء ديال بين رجليك. ملي كنقول لك الماء ديال بين رجليك الحبيبه ديالي، يعني كتهزي الماء بهذا الشكل هذا وكتشلي به رجليك، وكتحاولي ان هذا الماء هذا اللي تشلي به رجليك يكون في شي سطل اخر، يعني تحطي واحد السطيله حداك وداك الماء اللي كتشلي به رجليك كتكب في ديك السطيله. نتمنى انكم تفهموني، يعني ملي غتجمعي الماء ديال بين رجليك غتقولي هذه العزيمه هذه اللي هي شللتك بماء حجري، شللتك بماء حجري فين ما كنتي نعيط لك تجيني تجري، يعني الا كان بين السايبات حاشاك غادي يجي يجري لعندك، ما تخافيش من هاد الناحيه هذه. وتجمعي الماء ديال يديك وتقولي، وتجمعي الماء ديال يديك يعني تهزي الماء هكا بين اليدين بجوج وتشلي بها كيديك، وانت راه حطيتي السطيله، يعني السطيله راه كتجمعي فيه هاد الماء كامل اللي غنقول لك عليه. غتجمعي الماء ديال يديك وغتقولي شللتك بماء يدي ما تكون غير ليا وما عمرك دير الضرة عليا، تجمعي الماء ديال يديك وقولي شللتك بماء يديا ما تكون غير ليا وما عمرك دير الضرة عليا،
وغتجمعي الماء اللي بين صدرك وغتقولي شللتك بالزولي بسبع غير القولي ونقودك من لحيتك كما يقودوا الحوانه. غتقولي شللتك بماء بالزولي ما تسمع غير القولي ونقودك من لحيتك كما يقودوا الحوانه. وغتشلي فمك الحبيبه ديالي، غادي تشلي فمك بهذا الماء هذا، غادي تزي الماء وغادي تشلي فمك وغادي تخوي عاوتاني بديك الصيله اللي قلت لك انا غتجمعي فيها الماء كامل ديال هادشي اللي قلت لك، وغتقولي شربتك ماء فمي تقول لي انتي امي ومعزتك عندي خير من ذنبي. شربتك ماء فمي وتقول لي انتي امي ومعزتك عندي خير من ذنبي. ايوا دابا الحبيبه ديالي غادي نقول لك شنو غديري بهذا الماء كامل. كيف ما قلت لكم الحبيبات ديالي، الماء اللي شللتي به رجليك وشللتي به ايديك وشللتي به بزولك وشللتي به فمك غتهزيهم الحبيبه ديالي وغادي ديريهم في الصيله. اصلا كيف ما قلت لكم راه كديروه في الصيله. من بعد شنو غادي ديري؟ هاد الوصفه كيف ما قلت لكم راه كدار الراجل اللي ساكن معاك في الدار، لانها غتشد فيه باش ما كان. غتغزي الحبيبه ديالي داك الماء وغتخبيه، ووقت ما بغى يدخل هاد بوركابي هاد راس الطار وهاد اللي مصدع لك راسك، هاد اللي كتشكي فيه بلي كيخونك، هاد الشتي اللي كيبان لك بلي سلباتو شي مره ولا داتو لك شي مره ولا تقلب عليك ولا شتي ما بقاش يعني كيحن فيك، ما بقاش كيسمع كلامك، ما كيتسوقش ليك، تهزي داك الماء وغتخليه نهار اللي يدخل يدوش. غتحتفظي بداك الماء نهار اللي يدخل يدوش، غتهزيه غتخلطيه ليه مع الماء باش كيدوش في الدوش. هذه وحده. الى نتيا يعني هو غيشد الماء مره الشاشه وختي انه يشك فيك ولا شي حاجه، عندي لك الحل، حل بسيط جدا. نقول لك اش غديري، راه اي حاجه راه عندها حل. هانتي غتهزي فان دوش هو هذا الحبيبه ديالي، غتهزي وغادي تفتحي لك هاد القرعه هادي، وغتحاولي انك تهزي هاد الماء هذا وتخلطيه لانه اصلا مخلط، وغادي تخويه في هاد فادوش هذا، غتخويه في هاد فادوش هذا، غتخوي غير واحد الكميه اللي صغيره، وغتحاولي انك تخلطيه مزيان وتحتفظي بداك الماء. داك الماء راه ما غاديش يضيع البنات، راه ما غاديش يضيع، وغتخليه غادي يشلل بهاد فادوش. راه بطبيعه الحال هو راه غيكون كيشلل بفادوش، وغادي غادي التشليله ديال الدوش راه داكشي اللي درتي داك العمل او هاد الوصفه هادي راه غتلصق فيه باش ما كان يعني وعدو في نهره. هادي فكره الناس اللي ما عرفوش شنو غيديروا. الا لقيتي يعني مثلا كتشدوا الماء يعني عادي في السطوله وهذا، راه بامكانك انك تهزيه وتخويه ليه في السطل وتخلطيه معاه، ووقت ما عاوتاني يكمل فادوش راه غتهزي عاوتاني هذا، غتهزي هاد الماء هذا وغادي ديريه ليه فادوش جديد. وهكذا هذا البنات راه غزاله، هذا راه كتسمى قبول ديال الدوش بالتشليله ديالك نتيا، راه غتخليه يحبق عليك، غتخليه يتسطع عليك، يرجع لك الاعتبار ديالك، غادي يهيج عليك واحد الهيجان، غادي يكون عندك واحد القبول فظيع، غتولي كابره في عينيه، غادي يرجع يفكر فيك من اول وجديد. المهم الحبيبات ديالي هذه هي الوصفه. الناس اللي غادي يقولوا لي فين انت كدير هذه الوصفه، هذه الوصفه هذه الحبيبات ديالي كديريها في اي نهار بغيتي، اي نهار بغيتي غديريها فيه، يعني اي نهار بغيتي غادي ديريها فيه، ما كاين حتى شي مشكل، ديريها في الصباح، ديريها بالليل، بغيتي ديريها في اي وقيته ما كاينش باس. يلا تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى، واللي عنده شي تعليق ولا اللي عنده شي حاجه فتكتبها لي في التعليق، وراني كنحط لكم الجمل ديالي اللي بغات تواصل معايا باذن الله تعالى. وتهلاو.